أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ولنا حلقة جديدة وبرنامج هموم الناس. طبعا دائما ما نبدأ محاور حلقتنا في تتناقله شبكات التواصل الاجتماعي. حقيقة دائما ما نتطرق لارتفاع معدلات الجريمة في العراق. العراق سجل أرقام مخيفة بعمليات القتل والاختطاف. حقيقة هذه بادرة أو ناقوس خطر يطرق أغلب المحافظات العراقية. اليوم الجريمة في العراق، العراق يتصدر الوطن العربي، أعلى معدلات جريمة في الوطن العربي هي في العراق، وهذا ناقوس خطر. يعني رغم كثرة القوات الأمنية واختلاف صنوفها، إلا أن الجريمة لا تزال حقيقة تهدد أغلب الأسر العراقية في اللي ما تشن العمليات العسكرية بفرض هيبة القانون في محافظة العمارة بعد الحوادث الأخيرة المتكررة في محافظة ميسان. نتمنى فعلا أنه تفرض هيبة القانون ويكون القانون ويكون المواطن يعيش بسلام في هذه المحافظات. طبعا العمليات العسكرية وعمليات فرض القانون في محافظة ميسان جاءت على خلفية مقتل قاضي ومنتسب وقيادي في سرايا السلام ودقات عشائرية كبيرة. أمنا فعلا أن يفرض القانون وتعود هيبة الدولة في جميع المحافظات العراقية. أمنا فعلا أن يعيش المواطن العراقي بسلام، وخاصة هو يمر بأتعس الظروف، وخاصة من أزمة اقتصادية قلة أمان. اليوم العراق حقيقة بيئة غير آمنة للعيش في عموم المحافظات العراقية. نتواصل وياكم ولكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، عدنا لكم مرة أخرى وبرنامج هموم الناس. طبعا الحوادث في العراق أيضا، وخاصة في محافظة صلاح الدين، الطريق الرابط ما بين مدينة تكريت ومدينة سامراء يسجل بشكل يومي حالات حوادث سير. في أقل من 24 ساعة سجلت 5 حالة وفيات وعدد من الجرحى واحتراق صهريج. طبعا الطريق الرابط بين تكريت وسامراء انشئ في ثمانينات القرن الماضي، ولا يزال نفس الطريق هو ما تغير بيش فد شيء. الطريق عندما انشئ يتسع للسيارتين فقط يعني، وهذا الطريق من الثمانينات، ولحد الآن نفس الطريق لم يتم عليه أي تطوير أو أي تعديل. مجرد الجماعة مستلميها يزفتون ويرجعون يبلطون هذا الشارع. أما من ناحية الحوادث وتأمين الطريق، طبعا طريق تكريت كركوك مليء بالحوادث، وسبق أن أشرنا أنه أكثر من 290 حادث في سنة 21 على الطريق الرابط بين كركوك وتكريت. وأيضا في إذا نحصي هذه الحوادث بين سامراء وتكريت، طبعا العشرات من الحوادث راح نجد، وعشرات الوفيات في على الطريق الرابط بين تكريت وسامراء. طبعا هذا الطريق ليس هو الطريق الرابط بين تكريت وسامراء، بل يربط العاصمة بغداد بالمحافظات الشمالية. وهذا الطريق كنا نتمنى بدل ما هذه الأرصفة وبدل التبليط، شيل تبليط ورجع تبليط، كان الأولى على حكومة محافظة صلاح الدين، على الإدارة المحلية في محافظة صلاح الدين، على البلديات اللي تابع لها هذا الطريق أن توسع الطريق. يعني لحد الآن الطريق انشئ بثمانينات القرن الماضي، ولحد الآن هو نفس الطريق، لم يطرأ عليه أي تغيير سوى شيل الزفت ورجع الزفت. أعزائي المشاهدين، عدنا لكم مرة أخرى وبرنامج هموم الناس. طبعا مشروع مجاري مدينة سامراء، يعني كثير ما شنت عليه حملات إعلامية، وخاصة أثناء فترة الانتخابات من أجل إسقاط هذا المشروع. ولكن كنا يعني نمني النفس أن تكون هنالك فعلا تعاون مع الأهالي مع هذه الشركة. طبعا الشركة ليس دفاعا عن الشركة، ولكن الشركة تعرضت لضغوط كبيرة، منها حرق بعض المعدات يعني، وتخريب بعض المعدات أيضا، الضغوط والحملة الإعلامية وكثر الكلام حول هذا المشروع. طبعا محافظ صلاح الدين حتى أوقف المشروع لفترة ما، وجه كتب بإيقاف المشروع. طيب مشروع ده يشتغل، وأكو عمل، وأكو عمل كبير جدا، وأكو مواد متوفرة. اليوم شنو اللي ينقص هذا المشروع؟ المشروع إذا كانت الأنابيب متوفرة وكانت الآليات تعمل، ترى هي مجرد وقت. وهذا مشروع مجاري، يعني مو أسلاك كهرباء ترفع بالجو، هذه مجاري.
شلون اللي يسوون المجاري يعني اذا ما يكون هنالك حفر وتخريب للشوارع. ولكن اليوم يعني لانه الشارع السامرائي قسم اشادوا بالمشروع والقسم الاخر الذي حقيقه قد يكون ضررهم من خلال شبكات التواصل اكثر من نفعهم، ولكن اليوم اكو امل. اليوم هناك في تصريح لمدير المشروع المجاري مدينة سامراء صرح أنه سيبدأ العمل في تبليط الشوارع خلال الأيام القادمة، ونتمنى فعلا أنه يتم دعم محافظ صلاح الدين محافظة صلاح الدين لتبليط الشوارع في مدينة سامراء. حسب المعلومات اللي عندي أنه أكثر من 140 كيلومتر داخل مدينة سامراء حاصلة بها الموافقة تبليط شوارع، وحتى مبالغ مالية خصصت من ميزانية عام 20 أو موازنة عام 19 أو 20 لعام 20 خصصوا مبالغ كبيرة جدا من أجل تبليط الشوارع داخل مدينة سامراء، وأمنا على السيد محافظ صلاح الدين الوقوف مع الشركة من أجل إنجاز المشروع. إحنا يعني كمواطن سامرائي ما يهمنا الدخول بسجالات ولا يهمنا الحرب الإعلامية، يهمنا المشروع ينجح. اليوم أكو عمل على أرض الواقع، أكو شوارع خربت، ولكن أكو أمل اليوم أنه خلال الأيام القادمة سيتم تبليط الشوارع الرئيسية. ينطينا مخرجنا هذا التصريح لمدير أو المهندس المقيم في الشركة. فاروق الحاني، الموضوع الطرق الرئيسية التي يراد إعادة تبليط المسار لها. الحقيقة حصلت الموافقة على إعادة المسار وحددونا المنسوب بالنسبة لشارع الجامعة وكذلك شارع البلدية، وسوف تتم المباشرة بهما خلال اليومين القادمة. يعني تعاني من الشوارع الطسات والحفر والنقر، وعانينا وعانينا ومعانينا طبعا، وجانا المشروع واشتغلوا شغله طريقه صحيحه. طبعا لاحظنا احنا بهذا الشيء اكو عمل مستمر وجيد، ونطالب من المسؤولين عن المجاري بشغلهم باسرع وقت. يعني سامرا هي 85% تقريبا صار الشغل كله زين. أعزائي المشاهدين، عدنا لكم مرة أخرى وبرنامج هموم الناس. طبعا الشارع السامرائي يطمح فعلا أنه تكون هنالك مشاريع وتكون مدينة سامراء نموذجية. حقيقة مدينة سامراء لم تشهد أي إعمار منذ فترات طويلة. اليوم أعتقد أنه مشروع مجاري مدينة سامراء هو سيسقط الحجة عن كل الدوائر. سابقا إذا كان هنالك تبليط شوارع يقول لك أنتظر متى ما تكتمل المشروع المجاري. أعتقد اليوم هنالك مناطق كثيرة تمد فيها أنابيب المجاري، وأمن على إدارة محافظة صلاح الدين على القائمين على بلديات محافظة صلاح الدين أنه تبليط الشوارع في مدينة سامراء حتى تكون بصمة المحافظة وإدارة محافظة صلاح الدين في مدينة سامراء. اليوم هنالك الكثير من المشاريع في مدينة سامراء معطلة، في مركز المدينة كم من المدارس متوقفة، هنالك أبنية حكومية أيضا لم تكتمل مشاريعها، هنالك قاعة رياضية يعني نسبة الإنجاز فيها أكثر من 90% لم يكتمل البناء بها، وباقي على شغلات بسيطة جدا. وحتى أتصور أنه المقاول أو الشركة المنفذة طلبت من إدارة مدينة سامراء واللي هي تطلب تقريبا قرابة 400 أو 600 مليون، تطلب إدارة محافظة صلاح الدين، هي هذه الشركة اللي تنفذ قاعة الألعاب الرياضية، طلبت مبنى المحافظة 100 مليون سيتم تشطيب وإكمال هذه القاعة، ولكن مع كل الأسف إدارة محافظة صلاح الدين لم تستجب لحد الآن من أجل إكمال هذه القاعة. طبعا قاعة كبيرة جدا متعددة الأغراض، فيها قاعة للمناسبات، فيها قاعة ألعاب رياضية مختلفة، يعني كنا نمنى النفس أن يكون هنالك ومبلغ بسيط جدا طالبت الشركة طالبة 100 مليون من أجل إكمال هذا المشروع واللي أتصور كلفته قرابة 1 مليار دينار. نتواصل وياكم ولكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، عدنا لكم مرة أخرى وبرنامج هموم الناس. طبعا محافظة البصرة طبعا من أهم المحافظات الاقتصادية العراقية، يعني أي مشروع تجد يتجه إلى الأصابع إلى محافظة البصرة، منطقة غنية بالمعادن غنية بالمصانع. حتى يوجد في البصرة
مصنع لتصنيع الحديد في محافظة البصرة، الطاقة الإنتاجية مالته 6000 طن يوميا، متوقف منذ عام 2003 ولحد الآن. طيب اليوم كنا نتمنى على الحكومة العراقية، على وزارة الصناعة، أنا أتساءل عن وزارة الصناعة اليوم إذا أردنا نحصل الميزانيات التي أرصدت لوزارة الصناعة منذ عام 2003 ولغاية 22 أو نهاية 21، كم هي المبالغ التي أرصدت لهذه الوزارة؟ طيب لحد الآن إحنا ما عندنا مصنع يشتغل، إذا تروح على محافظة البصرة تجد أغلب المنشآت الحيوية باستثناء عمليات تكرير النفط هي شغالة، وإذا تجي لمحافظة صلاح الدين تجي أكثر من 12 مصنع منتج في محافظة صلاح الدين متوقف، كذلك في محافظة نينوى وفي محافظة الأنبار. لا الاستثمار نجح عندنا وتوجهنا للاستثمار، وحنا هذه المشاريع استثمارية، حتى المشروع الاستثماري اللي هو مشروع الزيوت في محافظة صلاح الدين حقيقة لم ينجح ولم يوفق هذا المشروع، ولحد الآن مجرد أنه اعتقد صرحوا بعض العمال وبعض العمال الأخر نحالوا على التقاعد ولحد الآن لم يشتغل هذا المشروع. أهالي البصرة طالبوا بأن تكون التفاتة من أجل إعادة وتأهيل المصانع من أجل تشغيل أكثر عدد من الأيدي العاملة. البصرة فيها نسبة بطالة عالية جدا، نسبة خريجين كبيرة جدا، ولكن توقف هذه المصانع حالة دون كسب الأيدي العاملة العراقية، وحتى الشركات التي تأتي خاصة في مجال النفط وتعمل في البصرة تأتي بالعمالة والأيدي العاملة معها من خارج الحدود. انطيني مخرجنا هذه الردود أفعال للمواطنين وبعض أصحاب الاختصاص في محافظة البصرة، خصوصا بهذا الظرف اللي يمر به بلدنا، يجب دعم القطاع الاستثمار ودعم القطاع الصناعي لحلحلة كثير من الأمور اللي يمر بها الشارع البصري، واللي بصدد يعني كثير من الأمور واللي يحتاجها الشاب البصري. يجب دعم غرفة صناعة البصرة والبصريين بالخصوص في محافظة البصرة. بالنسبة لغرفة صناعة البصرة مهتمة في دعم وتمكين الشباب خاصة الخريجي كليات من عام 2016 صاعد وخريجين المعاهد الفنية. قبل أيام قليلة اجتمعنا مع المديرية العامة للتنمية الصناعية قسم دعم الشباب، وتناولنا هذا إيجاد فرص العمل للشباب اللي عندهم أفكار مشروع. اثنين، راجعنا أيضا البنك المركزي العراقي وقابلنا الدكتور قاسم رهيف، والرجل أيضا داعم لهذا المشاريع خاصة مشاريع الشباب. وبالتالي أيضا زرنا جامعة البصرة وأيضا تحاورنا بهذا المجال في كيفية زج الشباب في القطاع الصناعي الخاص. الخريجين والعاطلين عن العمل للقضاء على البطالة، دور المديرية هو فعال ومهم لاستقطاب الشباب وتشجيعهم على دخول سوق العمل بدلا عن تعيين الحكومي، وتشجيعهم وتحفيزهم على تأسيس مشاريعهم الصناعية صغيرة والمتوسطة، والقضاء على البطالة من أجل النهوض بالواقع الصناعي العراقي، وبالتالي تحقيق أهداف كثيرة من هذا اللقاء هذه الزيارة، وهي أنه بدلا من أنه الشباب يلجؤون إلى أعمال التعيين وهذه، فيكون عندهم استعداد لتأسيس مشاريعهم الصغيرة العمل الحر. في هذا الوقت وبهذا الظروف احنا كبصريين وكمجمع عشائر في البصرة ندعم غرفة الصناعة مال البصرة لاستقطاب الأيادي العاملة واستنشاج المعامل المتوقفة منذ زمن طويل، وهاي إذا اشتغلت وإذا كملتنا بهذا بالبصرة حقيقة تحل لنا هواي أزمة من أزماتنا الموجودة للشباب البطالة. وحقيقة احنا عندنا هنا مصانع وعندنا معامل واقفة، وإن شاء الله احنا من الداعمين الأولين والآخرين إلى إن شاء الله.
أعزائي المشاهدين عدنا لكم مرة أخرى. طبعا كل الشكر موصول لزميلنا ماجد الصقر في محافظة البصرة، حقا دائما ما يرفدنا بتقارير مختلفة وخاصة لبرنامج هموم الناس. طبعا فعلا اليوم البصرة بحاجة إلى تضافر الجهود، العراق بحاجة إلى تضافر الجهود. اليوم أعتقد أنه العراق إذا ما أقبل واستقر أعتقد سيكون لنا شأن في الإنتاج وفي المصانع. نتمنى أنه الحكومة القادمة تأخذ الصناعة على محمل الجد، وأن تكون فعلا أيدي عاملة عراقية. اليوم لو استغلت، اليوم احنا تحدثنا دائما ما نتحدث عن عدد المصانع في محافظة صلاح الدين، كون نحن من محافظة صلاح الدين ونعلم ما الذي يدور في محافظة صلاح الدين. أكثر من 12 مصنع متعطل في محافظة صلاح الدين ولحد الآن. طبعا هاي ال 12 مصنع باستطاعة أن تستقطب أيدي عاملة، حسب تصريح سابق لنقيب العمال قال أنه المصانع هاي المتوقفة في محافظة صلاح الدين باستطاعتها استيعاب 12,000 أيدي عاملة داخل المصانع، أما الخارج فنحتاج إلى كثير، ولكن الدولة لم تنجز مشروع واحد في العراق لحد الآن. والحد الآن يعني أتصور أن احنا في محافظة صلاح الدين جميع الشركات أو جميع المصانع معطلة باستثناء الشركة العامة للصناعات الدوائية، هي الوحيدة التي بقت تعمل في محافظة صلاح الدين. نتواصل وياكم ولكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين عدنا لكم مرة أخرى وبرنامج هموم الناس. طبعا المحافظات المحررة بحاجة إلى كثير من الدوائر الخدمية اللي تقدم خدمة للمواطنين وخاصة في مجال الإعمار. افتتاح دائرة المصرف العقاري في محافظة الأنبار حقيقة بادرة جيدة جدا، وأمننا فعلا أن تلتفت وزارة المالية على شنو إلى دعم المحافظات المحررة وتقليل الروتين. الروتين اليوم أكو مصارف وتوجد تخصيصات مالية، طبعا تخصيصات المالية قليلة جدا وخاصة في مجال المصارف العقارية. أمنا فعلا أنه الحكومة أن تلتزم بوعودها تجاه المحافظات المحررة، كون المدن تضررت كثيرا ومبالغ لدى الناس التي عادت من النزوح وجدوا منازلهم مضررة لم يستفيدوا شيء لحد الآن، كون أن وزارة الحقيقة وزارة المالية لم تعوض المتضررين، وزارة الهجرة لم تساهم في إعادة وتأمين عودة العوائل النازحة. حقيقة نور الدين زميلنا أرسل لنا هذا التقرير من محافظة الأنبار، انطيني مخرجنا هذا التقرير. فرع الأنبار اللي تدمر بال 2006 جهود مبذولة من قبل المحافظة ومن قبل السيد مدير عام المصرف العقاري لافتتاح هذا الصرح العظيم اللي يخدم أهلنا وناس بمحافظة الأنبار. المصرف العقاري حاليا دي يبذل جهود كبيرة من أجل تسهيل عملية السكن للمواطنين، والآن دي نفذ عمل مبادرة البنك المركزي من أجل إقراض المواطنين خارج المجمعات السكنية وداخل المجمعات السكنية. هناك مجمعات سكنية في محافظة الأنبار، مجمعات كثيرة تم دعم المصرف العقاري لها، إضافة إلى شراء الوحدات السكنية داخل خارج المجمعات السكنية اللي مبلغها يعطى للمواطن بحد 100 مليون كحد أعلى. وكذلك أيضا المجمعات السكنية تم دعم من 2018 ولحد الآن دعم للمجمعات السكنية بداخل محافظة الأنبار. التوقفات ما صارت توقفات، بس هناك يعني خطة إقراض معدة من قبل البنك المركزي، وتم إقراض كميات يعني مبالغ كبيرة من قبل البنك المركزي ومن قبل المصرف العقاري لفروعنا بداخل المحافظات، وكل محافظة حددت نسبة لها نسبة معينة من المبالغ حسب نسبة السكان في المحافظة. فمحافظة الأنبار لحد الآن الخطة الأولية يعني المبالغ المخصصة لها لم تكتمل لحد الآن، وهناك يعني مستمرين بإقراض المصرف
مصرف العقارب الأنبار، لكن هناك استمارات إلكترونية وإجراءات معينة. حاليا وقريبة جدا ستفتح الاستمارة الإلكترونية أيضا لمحافظات الأنبار، صلاح الدين ونينوى، لأنهم لم تكتمل المبالغ المخصصة لهم. خالد علي زيد، مدير قسم الرقابة والتدقيق بالمصرف العقاري. هذا البناية هي البناية القديمة اللي مصرف اللي تم تدميرها، فتم إعادة تأهيله تم افتتاحه. تم منح أكثر من 4000 مواطن لبناء وإضافة وحدة سكنية. طبعا سيتم المبالغ موجودة، سيتم منح القروض للمستقبل لعام 2021 حسب الخطة التي وضعت إلينا من قبل اللجنة العليا للإقراض. ومستمرة؟ أي نعم مستمرة القروض. أحمد حسين علي، مدير المصرف العقاري فرع الأنبار. أعزائي المشاهدين، عدنا لكم مرة أخرى وبرنامج هموم الناس. طبعا أكيد يعني البنى التحتية للمحافظات المحررة بحاجة إلى تضافر الجهود، طبعا بحاجة إلى مشاريع، بحاجة إلى أموال لتوطين العوائل. لا يزال لدينا الكثير من العوائل النازحة وكون ليست لها القدرة على إعادة مساكن من أجل توطين أو تأمين عودة العوائل. نتواصل وياكم ولكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، عدنا لكم مرة أخرى وبرنامج هموم الناس. طبعا قيادة عمليات محافظة صلاح الدين أمرت أطراف ناحية مكحول بإخلاء هذه المناطق بحجة أن هذه المناطق هي حائط صد، واللي أنا لحد الآن ما أعرف شنو حائط صد. حائط الصد يصير بداخل المدن، بداخل المحافظة، بين المحافظة ومحافظة، لو يصير بين دولة ودولة. طبعا قيادة عمليات صلاح الدين أمرت بإخلاء أكثر من 250 عائلة، طبعا التصريح 250 عائلة، ولكن أثناء دخولنا للبرنامج اتصلوا بينا أنه العدد عبر أكثر من 500 عائلة من أكثر من 5 مناطق تم إخلاءها أو جبرتهم القوات الأمنية على الرحيل، كون هذه المنطقة ستكون منطقة عسكرية أو منطقة حائط صد للقوات الأمنية. الأهالي ناشدوا تأمين المنطقة من أجل عودتهم إلى مناطقهم. انطيني مخرجنا هؤلاء المواطنين الذين ناشدوا تأمين عودتهم أو توفير احتياجاتهم. محتاجين صوبة، محتاجين شولة، محتاجين هاي اللي اللي وصلتكم اللي جاكم؟ جانا حضرة المدير وجدنا وجوكم على الطيبة الهلال الأحمر. نعم، شنو وضعكم هسه حاليا؟ شلون قاعدين؟ والله حاليا شوف حلال عندنا، واحنا وحلال مشتغلين. نعم. جد شلون عايشين؟ شلون تاكلون؟ شلون؟ والله هذا شلون قدامك؟ شلون؟ شيل. شاحشيلك شلون؟ لو كنا بديرتنا على عيشتنا، جدرين على عيشتنا. بس هسه لا، ما مو عيشتنا، مو هي هسه. بس هذا الجرح وصار هو هذا. نعم. والله المسؤولين ما يقصرون، هم طيبين، كلهم طيبين. وشافهم المكان، وشافهم الوضع شلون. وهاي هي سلامتك. طيبين المنظمات إذا يقدروا على شيء فزعتهم فوق روس فزعانين. نعم، حضرت المدير والهلال الأحمر وكلها ما تقصر، والله ما تقصر. احنا من قرية تمشيليلة اللي جاي عبرونا خط الصد، احنا وعوائلنا وتبهدلنا، يعني بهدلة حيل، تعبانين. نعم تعبانين حيل، مي معانات، مي ما عندنا خزانات، صحيات ماكو، منظفات ماكو، طعام قليل، يعني حيل تعبانين.
تعبانين حيل، وعندنا حلال حلال هسه محجور بالحصار ما يطلع، علف ضعيف ماكو، تعبانين حيل تعبانين، ونريد المعانات بلكت تساعدونا. الهلال الاحمر نعم. شو فرونك؟ والله ما ينطونا ان شاء الله يساعدونا. طالبون بالاكثر؟ نعم ونطالب ان شاء الله يساعدونا اكثر بعد. اللي هي خارج خط الصد لا يقارب عن 7-8 قرى، وكل قرية ولها مساكنها ومنازلها ومواشيها وقذائها، وتهجرنا بأمر العمليات صلاح الدين، وعبرنا خارج داخل خط الصد، ونطالب بخيم للعوائل، ونطالب بخزانات مائية، ونطالب بقذاء للعوائل، ونطالب بصوبات دفاعية للعوائل، ونشكر وحتى للصحيات وحتى كرامة الصحيات. نعم. ونشكر أستاذ أحمد، ونشكر الأستاذ رسول جاسم حمادي مدير ناحية مكحول على هذه المبادرة المشرفة الطيبة، ونشكر كل من يراعي حالنا بهذه المعانات من الأخوة المسؤولين، وجزاهم الله خير الجزاء. الهلال الأحمر جزاه الله خير، ونشكر أخوتنا إنما يكونون اللي هم يساعدون على عملنا اللي هو متضرر جدا. أعزائي المشاهدين، عدنا لكم مرة أخرى وبرنامج هموم الناس. طبعا أكيد شفتوا يعني القوات الأمنية بدل ما توفر الحماية لهذه العوائل أمرتهم بإخلاء مناطقهم. كنا نتمنى بدل هذه القوات الأمنية أن يتقدم حائط الصد يكون ما بين محافظة اللي هو من جهة محافظة الأنبار أو جهة محافظة نينوى، تتقدم القوات الأمنية بدل ما إخلاء هذه المناطق. اليوم يوجد قرار لمجلس الوزراء سابق في زمن حكومة عادل عبد المهدي، كان ينص القرار على أنه لا يمكن للقوات الأمنية البقاء في مراكز المدن، بل مسك الأطراف المحيطة في المدن وما بين المحافظات حتى نؤمن. إحنا ما ننتظر تنظيم داعش يجينا لأطراف المحافظة حتى نشتبك وياه، إحنا ليش ما نأمن المناطق وتكون القوات الأمنية وقيادات، أتمنى قيادات العمليات أن تخرج من المدن. وهذه يعني هذه مشكلة بحد ذاتها، مركز قيادة عمليات سامراء في مركز مدينة سامراء، مركز قيادة عمليات محافظة صلاح الدين صحيح خارج مدينة تكريت، ولكن ليس بالبعيد كنا أمنا أن تكون قيادات العمليات على أطراف أو بين حدود المحافظات حتى تؤمن المحافظة من دخول أي جريمة داخل المحافظات. انطيني حقيقة الهلال الأحمر أخذ على عاتقه أنه يأمن احتياجات هذه العوائل، وفر الماء الصالح للشرب، وفر بعض الخيم، ولكن هذا جهد غير كافي. اليوم حسب علمنا وحسب ما يعني ما مطلعين انه اكثر من عائله في خيمه واحده، يعني حتى الحكومه عجزت توفير خيم لهذه العوائل، وهذه العوائل عادت الى مرحله النزوح مره اخرى. أمنا فعلا انه تلتفت اداره محافظه صلاح الدين وتامن احتياج هذه العوائل. انطيني مخرجنا تصريح جماعه الهلال، حقيقه مشكورين للهلال الاحمر العراقي فرع صلاح الدين على تقديمهم مثل هكذا خدمات والتواصل مع هذه العوائل.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الاستغاثة اللي وصلتنا من مدير ناحية مكحول، توجهت فرقنا من جمعية الهلال الأحمر العراق بتوجيه السيد رئيس الجمعية والسيد رئيس إدارة العمليات. توجهنا واليوم وصلنا الحمد لله إلى مكانات اللي نصحت عندها الناس اللي هي أطراف ناحية مكحول، ونازحين من خط الصد بتوجيه من العمليات أنه راح يصير عمليات عسكرية هناك. ووصلنا للناس اليوم، وصلنا لهم مطلبهم الرئيسي كان المي والجليكانات، وصلنا لهم اليوم المي والجليكانات، سحبنا قاعدة بيانات كاملة وراح نوصل لهم إن شاء الله باكر أو بعد باكر، نوصل لهم سلاتهم الغذائية ونوصل لهم سيتات الصحية ودورات التوعية من كوفيد 19 والنظافة الشخصية وكل احتياجاتهم الإغاثية إن شاء الله توصلهم بالسريع العاجل. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد حالة النزوح التي حدثت في ناحية مكحول بسبب العمليات العسكرية، اضطرت عدد من العوائل ما يقدر 239 عائلة من النزوح أن ترك مناطق سكناهم والتوجه إلى مقر الناحية أو مركز الناحية مكحول، واستنادا إلى توجيهات السيد مدير إدارة العمليات لجمعية الهلال الأحمر العراقي بإجراء استبيان على هذه العوائل حتى نتوصل إلى الاحتياجات اللي يحتاجها العوائل أثناء النزوح. تم تشكيل فريق طوارئ والقيام بعملية الاستبيان على هذه العوائل التي تركت أماكن سكناهم وتوجهوا إلى ناحية مكحول أو هم بالأحرى بأطراف ناحية مكحول. بعد إجراء الاستبيان بين أن العوائل في الوقت الحالي بحاجة إلى المياه الصالحة للشرب، لأن ما متوفر الماء هنا بهذه المنطقة اللي متوزعين هم العوائل عليها. واستنادا للتوجيهات قامت جمعية الأحمر العراقي بجلب عجلة حوضية للمياه الصالح للشرب مع جليكانات لتوزيعها على العوائل، وإن شاء الله مستمرين في الأيام. نعم، هاي تعتبر استجابة أولية لأن العوائل بحاجة ماسة حسب الاستبيان إحنا اللي تبين لنا أنهم بحاجة ماسة إلى المياه الصالحة للشرب في الوقت الحالي. وإن شاء الله إحنا اليوم أمننا المي إن شاء الله للعوائل ومع جليكانات لكل عائلة مودي خزنون بها المي الصالح للشرب، وإن شاء الله مستمرين من الأيام القادمة لتلبية جميع الاحتياجات إن شاء الله لهذه العوائل. نتمنى أنه تخلص لازمة بأسرع وقت وتمكن من عودة العوائل إلى محال سكناهم. صفاء الدين أحمد داود، مسؤول مكتب إدارة العمليات فرع صلاح الدين للهلال الأحمر العراقي. أعزائي المشاهدين، عدنا لكم مرة أخرى وبرنامج هموم الناس. طبعا هذا اللي شفتوه اليوم، نحن ب 22 بدل من نأمن عوائل ونأمنها نأمن عودتهم والعملهم ومصالحهم، اليوم نرجعهم نزوح مرة أخرى على مناطق أكثر أمان من أجل الحفاظ على حياتهم. طبعا مدير ناحية مكحول يعني ناشد المنظمات الدولية، ناشد المنظمات الإنسانية الوقوف مع هذه العوائل، وأكد أنه أكثر من 4 عوائل بخيمة واحدة لا تتجاوز مساحتها 3×4 متر، وهذا وضعية العوائل النازحة الآن اللي وصلهم. وتحدث عن 250 عائلة موجودة، وإحنا لدينا معلومة تؤكد أنه أكثر من 450 عائلة من 5 مناطق هم الآن نازحين وينتظرون متى تلتفت لهم إدارة محافظة صلاح الدين أو وزارة الهجرة أو الوزارات الأخرى. لم يصلهم أحد سوى منظمة الهلال الأحمر. انطيني مخرجنا تصريح قائم أو مدير ناحية مكحول. حسب المناشدة اللي قدمناها إلى سيادة المحافظ الدكتور المهندس عمار جبر خليل المحترم بخصوص نزوح ما يقارب من 200 إلى 250 عائلة من القرى، 5 قرى خلف الصد، أرتأت عمليات صلاح الدين بترحيلهم إلى قريب عن مركز ناحية مكحول ما يقارب كيلو كيلو ونص. فبدورنا نناشد المنظمات الدولية والمحلية تحذو حذو منظمة جمعية الهلال الأحمر العراقي، فكانت أول الواصلين إلى هذا الموقع بالتنسيق مع الإدارة المحلية بأخذ عددهم واحتياجاتهم
وكذلك استبيان مواقعهم بسرعة. وكانت الاحتياجات اللي عن طريق النازحين هي خيمة، لأن أكثر العوائل ما عدا يمكن 20 إذا ما يقارب 30 قاعدين بخيمة واحدة 3 × 4، واللي يشوفونها خلفي هاي ما يقارب بها أربع عوائل، فهاي مطلبهم الرئيسي، إضافة إلى خزانات ماء سعة 1000 لتر أو 2000 لتر، وكذلك المعونات الإنسانية من بطانية من صوبة من شولة الإغاثية اللي تقوم بها باقي المنظمات المدينة. ونشكر مرة ثانية جمعية الهلال الأحمر بوصولها للمكان الأول لهذا واقع الحدث، فكذا نناشد من هذا المكان باقي المنظمات الإنسانية في المحافظة بالتواصل معنا، وعدنا عدد وأماس تبيان كامل قاعدة بيانات عددهم وأماكن تواجدهم. شكرا ثانيا. رسول جاسم حمادي مدير ناحية مكحول. بدورنا نناشد المنظمات المدنية الإنسانية المنتشرة في محافظة صلاح الدين، العاملة في محافظة صلاح الدين والداعمين الدوليين بتقديم إرشادات صحية بخصوص تفشي فيروس كورونا وتقديم المعونات الصحية، وكذلك بأمس الحاجة كما تلاحظون أنهم ساكنين في هذا العراء المفتوح بحمامات حفظ الكرامة، هذا مطلب رئيسي لهم وذلك لغرض المحافظة عليهم ومن هذا الموضوع. أعزائي المشاهدين، عدنا لكم مرة أخرى وبرنامج هموم الناس. يعني على ما يبدو أنه بات قدر العراقيين يا أما نزوح وتشرد من مكان إلى آخر، يا أما مخدرات تطيح في البلاد، يا أما جريمة منظمة، يا أما قتل على يعني بين مشاكل عشائرية وعائلية، هذا بات قدر العراقيين. نتواصل وياكم ولكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، عدنا لكم مرة أخرى وبرنامج هم الناس. طبعا أكيد يعني شفتوا هذه المعاناة والمأساة للعوائل النازحة اللي اضطروا اجبرتهم القوات الأمنية، وليس اضطروا بل اجبرتهم القوات الأمنية على ترك مناطقهم من أجل تأمين حائط الصد، اللي أنا أبدا ما سمعان شنو تأمين حائط الصد بداخل محافظة مؤمنة، قوات أمنية بشكل كبير داخل المحافظة ولحد الآن نتعامل بعهائط الصد. نتواصل وياكم ولكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، عدنا لكم مرة أخرى وبرنامج هموم الناس. طبعا دائرة التقاعد في محافظة صلاح الدين، كثير من اللغط حول هذه الدائرة. حقيقة كنا سبق أن تحدثنا عن دائرة التقاعد في محافظة صلاح الدين والهفوات اللي بداخل الدائرة، ولدينا كثير من وصلتنا مناشدات حول عمل الدائرة، ولكن اليوم يبدو أن هنالك تصحيح في عمل هذه الدائرة. أعطيني مخرجنا هذا التقرير اللي عدنا يا مصطفى محمد في مدينة تكريت. طبعا اليوم قمنا بجلب معاملة من جامعة تكريت كلية العلوم، معاملة تقاعدية باسم الدكتور عادل فوزي رئيس جامعة تكريت سابقا، وكانت إلى هيئة تقاعد صلاح الدين، وكانت الإجراءات سلسة للغاية والأمور متيسرة الحمد لله، واعتمدوا النظام الإلكتروني في استمارات التقاعدية، وكان هذا سهل يعني هواية الإجراءات عليهم، والحمد لله هم ما مقصرين بعملهم، وكانت الإجراءات سلسة للغاية والحمد لله أنجزت المعاملة بيوم واحد. اليوم تم إحالتنا على التقاعد، وهيئة كلية العلوم في جامعة تكريت المعاملة كاملة، والسيد سعد مدير الموارد البشرية في جامعة تكريت في كلية العلوم يعني أتى بيده معي وسلم المعاملة إلى هيئة تقاعد صلاح الدين، وسيد المدير يعني رحب به وشيك المعاملة، والحمد لله والآن بدأت الإجراءات في المعاملة. سبق وأن كانت يعني زوجتي حالتها على التقاعد سابقا،
هناك سرعة حقيقة في الإجراءات المتخذة من قبل التقاعد صلاح الدين وإنجازها إلى العمل، وتمت المعاملة في مدة قياسية يوم واحد، استلمت الهوية التقاعدية والكارت الصرف الخاص بمصرف الرافدين. فالحمد لله والشكر مؤسساتنا يعني في صلاح الدين تمشي على خطى سريعة، وفي بالتأكيد الصف في خدمة المواطنين، والحمد لله والشكر. لا الجهات زينة، كل شيء زين، المعاملات يعني مشون، المعاملات كلها يعني ما يقصرون الأولاد، الحمد لله والشكر. من الدوس انقضى طوس، والله طولنا، ما طولنا هالقد، زين الحمد لله، يعني الولد مشون الشغل ما يقصرون. أعزائي المشاهدين، عدنا لكم مرة أخرى وبرنامج هموم الناس. طبعا نتمنى يعني أنه يكون هنالك تصحيح في عموم دوائر محافظة صلاح الدين. إحنا مشخصين الكثير من الحالات داخل محافظة صلاح الدين، إذا شخصنا حالات توجد الكثير من الهفوات في عمل دائرة صحة صلاح الدين ودائرة تربية محافظة صلاح الدين. أمنا فعلا أن يقوم هذا العمل بالشكل الصحيح وأن تعود الدوائر، يعني الدوائر فعلا تقدم خدمة للمواطن. اليوم احنا مسجلين عدد من السلبيات والنقاط على دائرة الصحة في محافظة صلاح الدين، وراح نتناولها في الحلقات المقبلة إلى حلقات أخرى مع فريق العمل. وتحياتي أنا محمد السامراء الأفتني، أشكر من رافقني في هذه الحلقة أحمد الدوري، وفي الإخراج والمونتاج مهيمن البياتي.